قالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها بمناسبة مرور 10 سنوات على ثورة 25 من يناير إن مسؤولي السجون في مصر يعرضون سجناء الرأي وغيرهم من المحتجزين لدواع سياسية إلى ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية ويحرمونهم عمدا من الرعاية الصحية. نشاهد تفاصيل أكثر عن هذا التقرير ثم نخرج إلى فاصل قصير ونعود لنستقبل الروائي والكاتب والأكاديمي الأستاذ عز الدين شكري فشير. أموات غير أحياء في مصر، رجال ونساء حرموا حريتهم بسبب قضايا سياسية بحسب منظمة العفو الدولية. مع ذكرى ثورة 25 من يناير، نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا جديدا يتحدث عما سمته قسوة السلطات المصرية التي تسببت أو أسهمت في وقوع وفيات أثناء الاحتجاز. ما تموت ولا تولع كان عنوان التقرير الذي رسم صورة قاتمة نوعا ما لأزمة حقوق الإنسان في مصر وسجونها التي ملأتها إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي برجال ونساء كانوا في طلائع الصفوف الثائرة من أجل العدالة الاجتماعية والحرية السياسية. وعد عن افتقار السجون للحاجات الأساسية للحفاظ على الحالة الصحية والذهنية للمساجين، تم بحسب تقرير المنظمة اتخاذ إجراءات انتقامية ضد سجناء الرأي، من بينها احتجازهم لفترات طويلة ولأجل غير مسمى داخل الزنازين الفردية في ظروف سيئة، وحرمانهم من الزيارات العائلية لفترات وصلت أحيانا إلى 4 سنوات. ولم ينجو السجناء هناك من آثار تفشي جائحة كورونا. تقرير المنظمة أكد تقاعس إدارة السجون في عزل المصابين وإجراء فحوصات للمشتبه بإصابتهم، كما ترك بعضهم ممن ظهرت عليه الأعراض داخل زنازينهم ليواجهوا مصيرهم في غرف مكتظة تفتقر إلى آلية واضحة في طلب المساعدة الطبية، ليبقى السجناء حتى في حالات الطوارئ تحت رحمة سجانيهم من الحراس ومسؤولي السجن الذين كانوا يتجاهلون شكواهم في معظم الأحيان بحسب منظمة العفو الدولية. تقرير المنظمة جاء بعد توثيق تجارب 67 شخصا من بينهم 10 توفوا قيد الاحتجاز، كما أجرت المنظمة مقابلات عن بعد مع 73 شخصا بينهم محتجزون سابقون. وتواصلت أمنستي مع أهالي وأصدقاء مقربين لمحتجزين لقوا حتفهم أو قيد الاحتجاز، فيما فحص المختصون في المنظمة وثائق رسمية وشهادات وفاة وتقارير صادرة عن هيئات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية. وكانت المنظمة قد بعثت بنتائج بحوثها وتوصياتها إلى السلطات المصرية في ديسمبر الماضي دون أن تتلقى ردا عليها حتى الآن.